حطنا فيه الابعاد النسبيه بس مش شايف وينك هو تمام قدمنا من تركيا إلى الداخل السوري إلى مدينة إدلب للمشاركة في معرض إدلب بموسمه الثاني. طبعا دار الرموز العربية لها أكثر من 120 إصدار. من هذه الإصدارات كتب الدكتور المتألق الدكتور أيمن العتوم الروائي الأردني، وله أكثر من 22 رواية وكتاب، وكذلك الأستاذ أدهم شرقاوي له أكثر من 26 عنوانا، والكاتبة ناردين أبو نبعة والشاعر حذيفة العرجي وغيرهم من الكتاب. طبعا نهتم بالأدب والرواية كما ترون، هذه سلسلة إصداراتنا بالكامل بالإضافة للمناهج التعليمية لليافعين والأطفال من مختلف العلوم الشرعية. هي المشاركة الأولى لنا في معرض الكتاب العربي الذي يقام في مدينة إدلب. طبعا تم دعوتنا للمشاركة في المعرض، والحمد لله منذ اليوم الأول هناك إقبال جيد من محبي الكتاب والأسر العربية وبعض مراكز التعليم ورياض الأطفال والمراكز الخاصة. نحن كشركة مختصين بوسائل الأطفال سواء كانت كتب أو ألعاب من عمر السنة حتى عمر 15 سنة، نهتم بإخراج الكتاب بحلة جيدة ومميزة وألوان جذابة وزاهية للأطفال، بالإضافة لقسم الألعاب التعليمية والتربوية التي تساعد المعلم على دمج التعليم باللعب من خلال صناديق الحروف العربية واللغة الإنجليزية وبطاقات التعلم وبطاقات الذكاء. هناك إقبال جيد، نحن اليوم في اليوم الثالث من المعرض، هناك إقبال جيد من الزوار ومحبي الكتاب، وكان هناك لافت أيضا عديد من الأسر التي جاءت لاقتناء لأطفالها العديد من ألعاب الأطفال، ألعاب الذكاء، ألعاب التسلية، ألعاب الجماعية التي تساعد على تنمية مواهب الطفل والابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الذكية، والحمد لله يعني حتى اليوم نتائج إيجابية لزوار المعرض. حياكم الله. لقد تجولت في معرض الكتاب ورأيت ما يسر الخاطر الحقيقة، كتب متنوعة وثقافية ودينية وسياسية وعلى كل الأصعدة. من أراد أن يشعر بشيء من الفرح وراحة النفس وسعة الأفق فليأتي إلى هذا المعرض. الكتب هي حقيقة فيها عالم واسع يستطيع من خلاله الإنسان إذا قرأ وتمعن فيه أن يصل إلى آفاق علمية واسعة وإلى عقول يقرأ من خلال الكتاب ما فيها من مدرجات علمية. بارك الله بالقائمين بهذا العمل وبارك الله فيكم، وأسأل الله تعالى أن يزيد هذا المعرض اتساعا وقبولا وتوفيقا لأهله إن شاء الله. تنوع ملفت للنظر، فنحن قد تجولنا في هذا المعرض لوجدنا هناك كما قلت كتب دينية، كتب سياسية، كتب فلسفية، كتب علمية، كتب باللغة الإنجليزية تترجم بعضها مترجم، فهذا يدل على مدى التغير الذي حدث في إدلب وفي هذا المعرض والخطوات التي خطاها الأخوة في توسيع المعرض واستجلاب الأفكار واستجلاب الكتب كي يعني إيش يجد الناس ضالتهم من خلال هذا المعرض الرائع إن شاء الله. طبعا نحن عنا مناهج السمارت مايندز اللي هي مختصة بمناهج الذكاء، طبعا هي من إعداد وتأليف فريق من مجمع اي تي سي التعليمي. بالإضافة نحن نوزع كتب سليمان دياب اللي هو الاس دي ماس اللي عنا وكالة حصرية بالشمال السوري المحرر إن شاء الله، هي سلسلة مختصة بالحساب الذهني السريع. أما سلسلة السمارت مايند فهي سلسلة مختصة بتنمية الذكاء عند الطفل، طبعا هي خروج عن المألوف بالنسبة للمناهج الموجودة اللي هي بتتبع قاعدة يعني بتعطي قاعدة ثم التطبيق عليه. اما منهاج الاي كيو سمارت مايند فهو بالعكس تماما، بيعطيك تطبيق انت بدك تستنبط في القاعده. بالاضافه نحن بنستخدم مدارسنا مناهج ثنائيه اللغات، كمان هي من اعداد فريق من مجمع اي تي سي التعليمي اللي هو بيعتمد على تدريس المواد العلميه سواء
رياضيات وعلوم باللغة الإنجليزية ولا تدرس باللغة العربية طبعاً، ولكن نفس مناهج الوزارة المعتمدة. وعندنا هون كتيبات صغيرة ألفوها الطلاب، كمان نحن بنشجعهم ندعمهم، وعرضنا بالمعرض الأقبال جدا ممتاز. وفي كتير ناس كانت ما بتعرف يعني إني التفاصيل ثنائية اللغة، فكرة إن هي كمادة إسرائيلية وإضافية، لا هي شيء مختلف تماماً. هي أنت بتحاول تشتغل على الفصين الدماغيات، وبالتالي طريقة تفكير الطالب اللي بيدرس ثنائية اللغة تختلف تماماً عن طريقة تفكير الطالب اللي بيدرس الدراسة العادية أو التقليدية. هي الأولى إن شاء الله، وإن شاء الله مستمرة كل عام إن شاء الله. نحن هون بجناح الأكاديمية الحرة، طبعاً هاي الأكاديمية الحرة انطلقت من عدة كتاب قاموا على إنشاء الأكاديمية الحرة في بداية عام 2022. أهداف الأكاديمية طبعاً مساعدة الجيل الشباب الناشئ على تقديم كتيبات وطبعاً من خلال مساعدتهم بهذا الأمر بالنشر. طبعاً الكتب اللي موجودة هي كتب للدكتور عبد الرزاق حاج مصطفى المقيم حالياً في ألمانيا طبعاً، والأكاديمية تضم عدد من الكتاب منهم أيضاً كتاب في الجزائر. طبعاً الكتب تتكلم عن منها عن واقعنا هون بالمحرر، مثل كتاب الروائية ريما الخطاب بعنوان بحر للجي، في عنا الأمة الزهراء، في عنا الأمة الخنساء، في عنا كتب إسلامية كيف تحفظ القرآن الكريم. طبعاً هدف هاي الأكاديمية هو مثل ما قلنا توعية الشباب ودفع الشباب إلى الأمام مساندة لهم. طبعا هاي الأكاديمية قامت بعدة نشاطات هون عندنا بالمحرر، منها تعليم اللغة العربية السليمة، منها تحفيز القرآن للأطفال. طبعا احنا هون أول مرة مشارك بمعرض إدلب، كان لنا مشاركات في عدة دول عربية، لكن هون عندنا في إدلب هاي كان أول مشارك لنا. حبينا يعني ناخد انطباع عن الداخل أو نوصل كتبنا للداخل طبعا، ونعطيهم انطباع عن عملنا مثلا مدير الأكاديمية هو أصله من هون سوري لكن مغترب، لكن همه الواقع هون، همه الناس هون، همه الشباب العربي السوري في المحرر. احنا نستفيد من المعارض هو انه نبث الفكر اللي عنا، الفكره اللي عنا، الكتب اللي عنا توصل للشباب. فطبعا تعرف انت المعرض يجي رواد بالالاف، فهي الالاف انه ياخذوا صوره مثلا عن الكتب عن الكاتب، فتوصل يعني الصوره اللي عنا لعدد اكبر فئه يعني من الناس. الاسعار الحمد لله ان شاء الله مناسبه لكل الفئات ان شاء الله، يعني نعمل على قدر الاستطاعه أن تكون مناسبة لجميع الفئات، تكون تحسن، تكون الكتب متناول لأيدي كل فئات العمرية، الأحوال المادية كمان مناسبة لنا إن شاء الله. والله معرض الكتاب العربي شفته تظاهرة ثقافية حضارية في هذا الوضع المحرر الموجود، هو يشكل تحدي ثقافي وتحدي أيضا سياسي وتحدي اجتماعي. برغم من كل الظروف في رواد، في تنوع في الكتب، في عناوين غزيرة، في شيء مختلف عن العام الماضي، في تطورات، شيء مبهج الحقيقة يعني، ويدعو للتفاؤل إن شاء الله. إحنا زوار معرض الكتاب في إدلب، ما شاء الله يعني السنة كان في كتير توسع، في تقدم، في تنوع كتير بالكتب. طبعاً إحنا كنا قبل فترة متابعين المستجدات على الفيس، نستنى بس الانطلاقة، واليوم كان زيارتنا لإله. طبعا هذا الشيء يعني بيسرنا كثير نحن كهون كمناطق، خاصه الكتب اللي بتعتمد على الاطفال واليافعين،
اللي لازم دائما يكون في عندهم هي المساحه لتنميه الفكر، تنميه المهارات. شفنا ما شاء الله كتب متنوعه، كتب قيمه لكتاب يعني قيمين، وان شاء الله يا رب نشوف السنوات القادمه يكون لسه في توسع اكبر واكبر، وان شاء الله المزيد من التالق والنجاح. هلا انا حاليا كوني عم بدرس تربيه وشيء بخص المهارات واليافعين، فشفت كثير من الكتب بهذا المجال، كان ما شاء الله زخم من المعلومات وزخم من الكتب. نعم شفت اكثر من كتب يعني حتى لكتاب وعلماء يعني هم مختصين بهذا المجال. جيت اليوم اطلع على كتب، ادور على كتب مناسبه لعمري. في كتاب كان بدي اياه لاحمد خالد توفيق بس ما لقيته، كان خلصان. في كتب حلوه، في كتب تاريخيه، في كتب دينيه، في روايات، في كتب جميله، بس انه انا هذا الكتاب ما لقيته. بس في كتاب احلى، في من كتب مبنيين على فرضيات انه غريبه، فانا هذا الكتاب دورت عليه وما لقيته، وعم بدور على كتب ثانيه كثير. يعني واحد انه بدخل ما بعرف ايش بده يشتري، انه في كثير كتب، في كتب حلوه، في كتب تاريخيه، في كتب دينيه، يعني تنوع ما شاء الله كثير. لأنه بعرف انه مشاركين 33 مكتبه اعتقد شفتها، مش تنوع شيء كثير ما شاء الله. طبعا جينا على المعرض لهذا العام 2023 ل نطلع على بعض الكتب الجديده او بعض المشاركات المكاتب الجديده، ولاحظنا مشاركه طبعا اوسع على من العام الماضي ل 2022. طبعا هذه المشاركه على من بعض الدول الصديقه او مثل تركيا وبعض المكاتب من المانيا، وهذا بدل على الدور الفعال للمهرجان الكتاب في ادلب. نحن طبعا اتينا الى هذا المعرض من اجل الاطلاع ومن أجل المعرفة ومن أجل البحث عن كتب ثقافية نحن بحاجة إليها. طبعا في أنواع كثيرة متوفرة من الكتب ومتنوعة، ويمكن لجميع من يرغب في تطوير الحالة الثقافية عنده ممكن الاستفادة بشكل جيد وبشكل كبير من المعرض. بالنسبة لموضوع الأسعار، يعني باعتبار نحن حاليا في مستوى اقتصادي يعني صعب شوي، ممكن يكون والله الأسعار مقبولة، يعني بعض الأسعار لاحظناها مقبولة وضمن المستوى الحالي، يعني متناسبة مع الحالة الاقتصادية للمجتمع. ومن خلال مشاركتنا شاهدنا في مشاركة وفي فعاليات، وهذا بدل على شيء جيد إن شاء الله وتعالى. في اليوم الثالث من أيام معرض إدلب للكتاب بفضل الله عز وجل بلغ عدد الزوار ما يقارب 4500 زائر، تقسموا على اليوم الأول واليوم الثاني بنسبة تزيد عن السنة الماضية ب100% ولله الحمد. أيضا كان عدد دور النشر والمكتبات فاق 100% نسبة زيادة عن السنة الماضية، حيث شارك 34 مكتبة ودار نشر في المعرض، منها 17 دار ومكتبة من الخارج من تركيا وغيرها. تم التواصل مع المكتبات بشكل مكثف على فترات طويلة من أجل زيارتهم للمناطق المحررة وإقامة المعرض هنا في إدلب. في من الضروري يعني أن تتنوع الكتب على رفوف المكتبات هنا، ما بين الثقافية والسياسية والفكرية والتاريخية وأيضا الكتب العلمية، لتثري القارئ وليكون لطلاب العلم وطلاب الجامعات وطلاب الشهادات أيضا الحصة والنصيب الجيد من هذه الكتب. يوجد فعاليات بشكل يومي وهي ندوات ثقافية وفكرية لمحاضرين ودكاترة من الداخل والخارج، سواء بشكل فيزيائي أو أونلاين على الإنترنت. كما يوجد صالون ثقافي يومي هنا يستضاف به أحد الرموز وأحد أصحاب النجاحات في هذا الصالون. يعني ما شاء الله عناوين كثيرة، يعني أحيانا يحتار طالب العلم، عرفنا
أو أي يعني مسلم بسبب كثرة هذه الكتب والعناوين. لكن في عندنا مشكلة حقيقة، الأسعار مرتفعة، الأسعار مرتفعة والوضع المعيشي كما تعلمون، فنرجو من أصحاب المكتبات يعني تخفيض الأسعار ما أمكن يعني، حتى يكون جميع شرائح المجتمع تستفيد يعني من هذا المعرض وهذه الكتب، لأنه كل واحد ممكن يكون له كتب معينة هي بذهنه، فيحصل الجميع على ما يريده. نحن الآن في معرض إدلب للكتاب بنسخته الثانية. في هذا المعرض يشارك أكثر من 33 دار نشر ومكتبة. هذا المعرض الثاني، في العام الماضي شارك معنا تقريبا 15 دار نشر ومكتبة، يعني هذا العام كان الضعف تقريبا. أكثر من 17 أو 17 مكتبة تماما ودار نشر من خارج المحرر، من تركيا، من مختلف المحافظات التركية، وأيضا من خارج تركيا هناك مكتبتان من ألمانيا، مكتبة وأكاديمية يعني. في هذا المعرض ما يقارب أكثر من 16,000 عنوان وما يقارب 70,000 كتاب. أيضا هذه الأعداد تضاعفت من السنة الماضية إلى هذه السنة. إن شاء الله المعرض بالنسبة لمعرض الكتاب نحن نفكر أن يكون بإذن الله سنوي، وأن يتطور شيئا فشيئا عاما بعد عام. لدينا أيضا يعني بعض الفعاليات التي تصاحب هذا المعرض. هناك ندوة في كل يوم في مختلف الفنون، يعني كان في اليوم الأول في القراءة، في اليوم الثاني كيف تكتب كتابا، وهكذا يعني فعاليات مختلفة لمختلف الفنون الندوات. أيضا لدينا الصالون الثقافي الذي يتكلم عن قصة نجاح يوميا. أيضا لدينا بعض المسابقات أيضا في يعني بشكل يومي. طبعا نحن في دار الثقافة نحاول أن نكون صلة الوصل بين القارئ والمثقف والطالب والأستاذ الجامعي طالب الكتاب بشكل عام من جهة، وبين دور النشر والمكتبات من جهة ثانية. تعرف نحن في المناطق المحررة من الصعب الحصول على الكتاب في كل وقت، فهذا المعرض لما نقول احنا كان اكثر من نصف المكتبات من خارج المحرر، وبالتالي هناك عناوين جديده، فهذا يعني اعطانا يعني نكون قد حققنا هدف بشكل ما، ان الذي ياتي الى المعرض سيجد كتابا لن يجده في بقيه العام في اي مكان من المحرر، وهذه اننا نعتبرها هذا واجب علينا تجاه المثقفين كدار ثقافه ومعارف. إقبال ممتاز يعني رغم حرارة الجو. في اليوم الأول أكثر من 2300 زائر، في اليوم الثاني أكثر من 2000 زائر، ونتوقع أن يزيد الإقبال يوما بعد يوم. كل ما تقربنا من نهاية المعرض يزيد الإقبال، يعني هذا الترتيب موجود من السنوات الماضية بإذن الله يعني. فنتوقع يعني أن يكون إقبال، وفي هناك يعني في المحرر بشكل عام هناك تعطش للقراءة، تعطش للكتاب، وهناك نقص، فهذا يعني إن شاء الله بهذا المعرض نسد شيء من ثغر يعني وجود الكتاب المناسب. أكيد يعني نحن لن نستطيع أن نلبي جميع المطالب، يعني هناك نقص مثلا في الكتب التخصصية، وهذا شيء طبيعي في المعارض الكبيرة والعالمية تكون الكتب التخصصية قليلة، لكن مع ذلك لدينا مكتبة طبية تختص بالكتب الطبية في أكثر من 650 عنوان من أحدث الكتب، بعضهم أيضا من مؤلفي المحرر الحمد لله رب العالمين. وبعض الكتب التخصصية قد تجدها في المكتبات هنا أو هناك. أما السمة العامة للمعرض فهي سمة المعارض العادية، الكتب الثقافية والكتب التاريخية وكتب التراث وكتب الروايات، يعني الكتب التي دائما يعني يشتريها القارئ وتستهوي القارئ بشكل عام.
دعينا للمعرض من قبل مدير الثقافة والمعارف، شاركنا ب 50 عنوان حصري لدار نقش، أيضا شاركنا كوكلاء لدار البشير المصرية ب 475 عنوان، أيضا شاركنا كوكالة حصرية للدكتور أيمن العتوم وكتب الدكتور أدهم شرقاوي. صراحة المعرض الآن اختلف جدا عن المعرض في السنة الماضية، تعدد الكتب صار أكبر بكثير، تنوع في المكتبات، تنوع في الفنون الموجودة في المعرض. الآن صار في عندنا قسم خاص بالكتب الطبية بمحتوى كامل، قسم خاص بعالم الطفل بالتعليم ألعاب الذكاء، أيضا ناهيك عن الكتب الشرعية، كتب التاريخ والسير، كتب الحديث والكتب وكتب اللغة والأدب.